كريم. نعم. اهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه اليوم السابع في كل مكان، من امام بنكر تخزين القمح المحلي بمطاحن ادفو شمال محافظه اسوان، بطاقه استيعابيه 23400 طن. وتشهد محافظة أسوان استمرار أعمال توريد القمح المحلي من الموردين، حيث تم توريد 37000 طن و400 طن أقماح حتى الآن بست صوامع وبنكر وشوب بنطاق المحافظة، حيث يواصل مزارع أسوان توريد الكميات المختلفة من محصول القمح بمواقع تسليمه المنتشرة على مستوى المحافظة للموسم الحالي. وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات المتبعة لتوريد الأقماح بالصوامع والشون داخل نطاق المحافظة، والتي وصلت حتى الآن إلى 37400 طن. لافتنا إلى أنه تم تكليف الجهات المختصة بمديريتي الزراعة والتموين والمطاحن لتوفير كافة التسهيلات أمام المزارعين أثناء إجراء الاستلام لمحصول القمح، حيث أنه مستهدف توريد 131000 طن حتى نهاية موسم الحصاد. كما أوضح محافظ أسوان بأن كميات الأقماح يتم توريدها داخل ست صوامع وبنكر وشون على مستوى المحافظة، منها صومعة مطاحن أسوان والتي تصل طاقتها الاستيعابية إلى 6000 طن، بجانب صوامع مطاحن إدفو بطاقة 30000 طن، بالإضافة إلى بنكر إدفو بطاقة 23000 طن والمنضم حديثا في 22 مايو الجاري، علاوة على صوامع مطاحن المفالسة بطاقة استيعابية 60000 طن، فضلا عن صومعة الراجحي بتشكى بطاقة 30000 طن، في حين سيكون هناك تخزين احتياطي بشون البنك الزراعي بطاقة 5000 طن. وأشار محافظ أسوان إلى أن اللجان المختصة باستلام الأقماح الموردة تقوم بشكل مستمر بالإطمئنان التام على جودة الأقماح مع مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للحصول على أعلى إنتاجية للفدان والحفاظ على المحصول بالشكل المطلوب. وارتفعت معدلات توريد القمح المحلي بنسبة كبيرة، وكان التوريد قد بدأ في منتصف شهر إبريل الماضي، وتشير التوقعات إلى أن الكميات التي سيتم استلامها من المزارعين هذا الموسم يمكن أن تزيد عن المستهدف، وهو 3.4 مليون طن على مستوى الجمهورية، بجانب أن التوريد لا يزال مستمر حتى منتصف شهر يوليو القادم، حيث يواصل مزارع أسوان توريد الكميات المختلفة من الأقماح بمواقع تسليم المنتشرة على مستوى الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النظام هو نظام تشوين القمح عن طريق ماكينات الشف، وهذه المكنة قدرتها 50 طن، تقوم بتفريغ القمح من السيارات إلى البنكر، وسوف يتم شراء الموسم المقبل إن شاء الله ماكينة قدرتها 100 طن ساعة. هذا النظام يعتبر من الأنظمة الحديثة في تفريغ القمح، حيث يتم تفريغ العربيات عن طريق الشفاطات بمروحة الهواء، ثم بعد ذلك يتم تفريغ البنكر بالطريقة العكسية، يتم تفريغ يوضع الماسورة بداخل البنكر ثم تملأ السيارة. وهذه الأنظمة، أنظمة البناكر، يعتبر قليلة في مصر، ولكنها تستوعب كميات كبيرة، حيث أن مجمل البنكرين 23000 طن ونص، وبعدما يتم تشوين القمح في البناكر يتم التغطية عن طريق ونش ومشمعات مخصصة لذلك. وهذه الأنظمة يعتبر من الأنظمة الأقل تكلفة في التخزين، حيث أن إجمالي التكلفة لهذا المشروع ما يقرب من 10 مليون جنيه، وتستوعب كمية لا بأس بها، وإذا تم تعميم هذا المشروع يكون سريعا، وسوف يتم تعميمه إن شاء الله على مستوى الشركة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد عبد المنعم المشرف على المشروع.
اليوم السابع يواصل تقريره عن توريد القمح المحلي من داخل مطاحن حورس شمال محافظة أسوان. كميات كبيرة من الموردين والمزارعين تتوافد على شون وبنكر إتفو الجديد لتوريد القمح المحلي مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا. اليوم السابع من لا يزال اليوم السابع في تغطيتها الحصرية والمميزة لعملية توريد القمح المحلي، حيث انضم حديثا الى بنكر ادفو شمال محافظة اسوان شفاط بطاقة 50 طن في الساعة، يقوم بتفريغ السيارات المحملة بالقمح المحلي من انحاء محافظة اسوان الى البنكر بدون تدخل اي عنصر بشري حفاظا على سلامة الغذاء. كما من المقرر أن دخول شفاط آخر بطاقة 100 طن في الساعة لتسهيل عملية تفريغ الشاحنات القمح القادمة من أنحاء محافظة أسوان. كميات كبيرة تتدفق على شون وطوامع محافظة أسوان، وكما يبدو بالتقرير أحدث بنكر لاستيعاب القمح المحلي في شمال محافظة أسوان. البنكر مكون من خليتين، إحدى الخلايا تتصدق تقريبا بالقمح المحلي وجاري إعداد الخلية الأخرى لاستيعاب القمح المحلي. تفاؤل كبير من الموردين بتحقيق أمل مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي. كميات كبيرة وكميات جيدة وتلفق بشكل يومي على شون ومطاحن وصوامع محافظة أسوان. كما تقوم لجنة الأقماح المشكلة من عدة جهات بمراجعة الكميات الموردة حتى يتم توريد أقماح جيدة وأقماح نظيفة وخالية من الشوائب. لتقديم غذاء سليم للمواطن المصري.